ثلاثة أهداف لهدفين. الأصفر بدأ حاميا، والنواف المطيري والحاج عيسى وبدر المطوع ناويين على نية، وهذه النية اتضحت منذ الدقيقة الأولى. فنواف ينطلق من الناحية اليسرى ويمرر لبدر في الناحية اليمنى، وبدر بدوره يمرر كرة عرضية والحاج عيسى يركنها برأسه في المرمى. القادسية يسيطر على اللقاء ويهاجم مرمى خصمه من كل جهة، ومهاجموه يتفننون بإضاعة الفرص بشكل كبير وبشكل غريب. وفي الدقيقة 32 ومن أول تهديد حقيقي من الاتحاد لمرمى القادسية جاء هدف التعادل بعد كرة خرجت من مساعد ندى للسوري حسام العمر الذي سدد صاروخا لم نشاهده إلا في مرمى الخالدي. خطر الاتحاد السوري في الدقائق التي تلت هدف التعادل عد على خير، فالتهديد الأول ذهب خارجا، والتهديد الثاني في هذه الدربكة مر دون أن تذهب الكرة للشباك. القادسية حس بخطورة موقفه فعاد من جديد وأحكم سيطرته على اللقاء، وها هو بدر المطوع يعود من جديد ويمرر كرة عرضية للحاج لامست رأسه وعادت للمتواجد بالخلف نواف المطيري الذي لعبها بهذه الطريقة الجميلة لتضرب القائم وتدخل المرمى. السومة جاءته كرة من ابن جلدته مدافع فريق الاتحاد، فلم نرها إلا وهي في المرمى السوري، هدفا ثالثا للقادسية أدخل من خلاله اليأس لنفوس لاعبي الخصم، لينتهي الشوط الأول بثلاثية قدساوية مقابل هدف اتحادي وحيد. الأصفر وعبر الحاج أيضا يكرر فعلته في الشوط الأول ويسجل هدفا رابعا مبكرا في الشوط الثاني، ليتبعه الرايق هذا المساء نواف المطيري في الدقيقة 6 بالهدف الخامس بعد تمريرة بدر قابلها بمبارك بلمسة واحدة ليضعها في المرمى، ليصفق له الجميع بحرارة. ضعف مستوى الخصم زاد من طمع القادسية بالبحث عن هدف سادس، لكن كل المحاولات بعد ذلك لم يكتب لها النجاح رغم كثرتها. فبدر المطوع تميز في هذا اللقاء بصناعة الأهداف، ولم يحالفه التوفيق بالتسجيل حتى أصيب في الدقائق الأخيرة بعد مشاركة مع حارس المرمى. وفي آخر دقيقة يسجل محمد الحسن هدفا ثانيا للاتحاد السوري، لا يسمن ولا يغني من جوع، لتأتي المكافأة والتي كانت بعهدة جمال مبارك والمقدمة من رئيس النادي فواز الحساوي للاعبي القادسية بعد تأهلهم رسميا. طبعا بالنسبة للمباراة اليوم، يعني اللاعبين كانوا محاطين بعين الاعتبار أنه ماكو بديل غير الفوز، والله الحمد القادسية قدم مباراة كبيرة اليوم وحقق نتيجة جيدة وفزنا، وأفتكر جماهيرنا الآن أصبحت راضية علينا، والآن إحنا تصدرنا المجموعة الأول. بس إحنا ما شاء الله شوية كنا عيولين على الفريق، فريق مر بظروف، وهذه كرة القدم يعني فوز وخسارة، والله الحمد حققنا جميع البطولات، والآن إحنا يعني ما عدا ولي العهد خسرنا بالترجيح وحققنا جميع البطولات، فأنا أعطي الفريق امتياز هذا الموسم. وبالنسبة للأسيوية ماشيين في الطريق الصحيح ومتصدرين مجموعتنا والله الحمد، بقت عندنا مباراة في تاريخ 22. العام خسرنا في هم دور 16، طبعا احنا حاطين بعين الاعتبار ان هذه المباراة ما تقبل قسمة، ومثل ما تعرف راح تكون مباراة واحدة، فراح نسعى جاهدين ان شاء الله لإسعاد جماهير نادي القادسية ونواصل كما واصلنا في السابق للنهائيات. وان شاء الله يعني اتمنى نادي القادسية يرجع ويتوج ان شاء الله الموسم هذا، ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله بطل اسيا يا رب ان شاء الله. ابو عبد العزيز صراحه كنت تفضل الاتفاق او الكويت؟ والله الفريقين يعني فريقين جيدين ومميزين الحقيقه، يعني منيه فريق نادي الكويت فريق مميز وفريق قوي ويضم عناصر جيده، ونيه كذلك الاتفاق هم فريق قوي وهذا، ولكن يعني احنا نبي نفوز ما نبي بالعكس، والله سواء الكويت ولا الاتفاق كلهم فرق جيده. في مكافأة اللاعبين طبعا، يعني احنا حطينا مكافأة، يعني انا حطيت مكافأة شخصيا من مباراة سويق $1,000 لكل لاعب، والان ضاعفت المكافأة $2,000 لكل لاعب، الحين راح نوزع المكافأة على اللاعبين كلهم، تقريبا كل لاعب راح ياخذ $3,000. شو اسمها؟ اسمها سارة البطلة. سارة ايش تقول للقادسية اليوم؟ مبروك القادسية. بس لا يستاهلون وايد، لعبوا زين وايد، لعبوا وايد زين وايد استانس زين. مبارك تحب القادسية؟ إيه أنا أحب وايد. زين استأنست على الفوز اليوم؟ إيه وايد حلو.
يعني وايد حلوة. والله المباراة تاع اليوم كان عندها طابع خاص، يعني كان الحمد لله اللاعبين كل واعيين بالمباراة هذه ولازم نفوزوا عليها باش نتأهلوا، خاصة بعد ما وصلنا باللي السويق فايز على الفيصلي 3-2، يعني هذاك زاد فينا الحافز باش نفوزوا باش نتصدروا، والحمد لله وفقنا ربي وفزنا بالمباراة هذه والحين احنا متصدرين. أما بخصوص تاع المباراة ضد الكويت، أتمنى إن شاء الله تكون مباراة أخوية إن شاء الله. بالنسبة للبطولة الآسيوية، أنا أعرف ربي يعني وأعرف ربي القادسية، يعني بالبداية ما كانوا مركزين على التركيز بأول لعبات. الفريق لما حط مخه إنه يوصل البطولة هذه ويوصل، شفت يوم يطق الفرق على خمسة ويمشي. داخل وبر الكويت، أنا أعرف ربي وأعرف قدراتهم. فريق مستوى نادي الكويت نادي القادسية بالتحديد مستواه يمكن أعلى من البطولة هذه، أنا أشوف إنه مستواهم يلعب أبطال آسيا، لكن الحمد لله عزانا الوحيد يعني العموم السانس الكويت تأهل القادسية تأهل، عزانا الوحيد إنه راح تلاقون يا بعض. الأصفر بهذا الفوز تصدر مجموعته وسيلاقي الكويت في 22 من الشهر الجاري في حولي. مبارك الدوسري، ملعب الوطن.